لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. إيمان، المية هي على الكومود، عايزة حاجة تانية قبل ما أدخل أنام؟ عايزاكي تقولي لي نويتي على إيه؟ اللي في بطنك ده مش هينفع يستخبى أكتر من كده، عشان كده أنا لازم أخلص منه. مش هتقدري، إذا كنتي اتطلقتي من أحمد ده حقك، إنما مش من حقك تداري عنه إنك حامل، ومش من حقك إنك تقتلي ابنك وابنه. أنا مش هخلي أي حاجة تربطني بيه. يبقى بتعترضي على إرادة ربنا. أنتِ عايزاني أروح أقول له إن أنا حامل؟ وأستأذن منه مثلاً إن أنا أنزل البيبي؟ حتى هو مش من حقه يديكي إذن إنك تنزلي البيبي.
الدكتور قال ان انت ما عندكيش اي سبب طبي او شرعي يمنعك من الحمل او الولاد. لو كنت مكاني عمرك ما كنت هتقولي كده. لو كنت مكانك كنت احمد ربنا على النعمه دي. في غير كتير قوي بيحلموا بيها ومحرومين منها. مش جايز يا عزه لما ترفضي النعمه دي دلوقتي تدوري عليها بعدين ما تلاقيهاش. مين؟ أنا وفاء. افتحي يا بنتي. طب لحظة واحدة. ايه الدوشة دي؟ بتعملي ايه؟ دوشة ايه؟ أنا كنت نايمة. تصبح على خير. جميلة انت رايحة فين؟ وطي صوتك لحسن حد يسمعنا. انت هتسيبيني يا جميلة؟ غصب عني وفاء ما بقاش ليا مكان هنا. طب لو زعلانة مني؟ انا همشي عشان ما استناش لغاية ما انت تزعلي مني. يعني انا السبب؟ من ساعة ما خالد عمل اللي عمله وانا متأكدة اني لازم امشي. حسام وعدك انه هيساعدك. بس حسام كمان طلع بيفكر في نفسه وانا مش هقدر ادفع له ثمن مساعدته ليا. أنا متأكدة إنه لما يلاقيني مشيت هيعرف إنه مفيش حد في الدنيا هيحبه زيك، وهو كمان مش هيحب غيرك. يعني كمان مش ناوية تيجي المطعم؟ هو مش هينفع. وهتعملي إيه وتعيشي إزاي؟ مش عارفة. كل اللي أعرفه دلوقتي إنه لازم أمشي حالا.
هتوحشيني قوي يا جميل. انت كمان يا وفي. ما تخافيش عليا، ادعي بس ربنا ان احنا نتقابل في ظروف احسن من كده. خدي بالك من نفسك. مقضيها دليفري كده كل يوم، مش احسن من العك اللي بتعمله؟ طب كل السندوتش بتاعك. ماليش نفس. يعني انا هاكل السندوتشين زي كل يوم؟ ماما صعبانه عليا قوي يا عصام. خلاص يبقى ترجع البيت يا معلم. ما ينفعش دلوقتي. انت مستني حد ولا ايه؟ يا عم مش مستني حد. طب انا في الاوضه. وانا هقوم افتح الباب. استنى استنى. اتفضلي. معلش ما عرفتش اجيلك غير دلوقتي بعد ما كلهم ناموا. ولا يهمك، انا خدت مفتاح الشقه من السمسار وكنت مستنيكي تيجي في اي وقت. طب يلا بينا. لا لازم نبلغ ادم. لا انا مش عايزه ازعجه دلوقتي وخايفه اهله يحسوا بحاجه. انا هنا يا جميله. انت اكيد سبت البيت بسببي. ولا يهمك يا جميله، اهم حاجه انتي. أنا خرجت من بيت عمي ومش ممكن هرجع له تاني. طب وشغلك في المطعم؟ برضو مش هرجع له تاني. كنت قلتيلي إن صاحب المطعم هيساعدك. بس ما قدرش يساعدني. ولا يهمك، أنا معايا فلوس تكفينا إحنا الاتنين. وأنا كمان معايا فلوس كنت شايلها من الشغل. ده غير انه ليا فلوس تانية المفروض اخدها. في المطعم برضو؟ لا، من عمي. ازاي؟ لسه عارفة من كام يوم انه بابا الله يرحمه كان سايب لي مبلغ كويس، وعمي اخده كله وما ادانيش منه ولا حاجة. ايه؟ انت متأكدة؟ هو ده كلام الدكتور فؤاد صاحب بابا. ايوه بس لازم برضو تتأكدي بنفسك من الكلام ده. وهتأكد ازاي بقى بعد ما هربت من بيت عمي؟ انا معاكي ومش هسيبي غير لما نعرف حقيقة كل حاجة. بس أنا كده عاملة لك مشاكل كتير قوي. يا ريت المشاكل كلها تبقى حلوة كده. بقول لك يا فريده ما تستنيش على الغدا، انا هتاخر في الشغل شويه. خلاص يا اخويا احنا مش هنتغدى لما ترجع. البنت دي اتاخرت ليه؟ يلا يا وفاء اتاخرنا على الشغل. يلا. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ بابا انا صحيت من النوم ما لقيتش جميله معايا في الاوضه. ما لقيتش جميله؟ يعني ايه؟ فتحت دولابها لقيتها واخده هدومها معاها. قصدك انها هربت وسابت البيت؟ معرفش، اخر حاجه بالليل كانت نايمه في سريرها عادي. انتهى يا بنت، بنت عمك هربت راحت فين ومع مين؟ خلاص خلاص بقى يا محمود، بالراحه على البنت، ما هي لو كانت عارفه كانت قالت. انتهى يا بنت، عارفه ومش بعيد تكون متفقه معاها وهي اللي مهرباها. طيب يا بنتي اتكلمي اتكلمي، قولي هي فين دلوقتي؟ ما انتوا طول عمركم سيركم مع بعض. ده كان زمان يا ماما، لكن هي بقى لها فتره ساكته على طول ومخبيه عني كل حاجه. اتفضحنا فريد، اتفضحنا في وسط الناس يا فريد. لا يا اخويا ما تخافش، معاش ولا كان، هترجع. يعني هي هتروح فين؟ يا لهوي يا اخويا يا اخويا. طيب انت عمك فين يا بنت؟ خلاص بقى، انت مش بتقول انك متاخر عن الشغل؟ روح يا اخويا انت شغلك.
بشرفي يا رب اكمل اول وجديد يا وفاء. ستر استر يا رب، استرهم علينا، استرهم علينا. ايه؟ جميلة هربت؟ دورت عليها في كل حتة. أنا شاي أسر. فكرت أنزل أدور عليها في اسكندرية. بس اكتشفت إن ملهاش حد هناك غيرنا. وأنت ساكت ليه أحسن بيه؟ جميلة هربت مني أنا يا محمود، مش منك أنت. تلاقيك ضغطت عليها عشان توافق عليا. لا مش أوي كده، أنا كل اللي قلته لها إنها هتندم لو ضيعتك من إيدها. وإن سعادتك يعني فرصة لأي بنت في ظروفها. ده رأيك انت محمود، بس مش رأي جميلة. أرجوك أرجوك عشان بيساعدني نرجعها ونعقلها. انت عارف جميلة ملهاش خيرنا. لا يا سيدي، بقالها دلوقتي آدم. آدم انت حضرتك تعرف حاجة انا معرفهاش؟ بصراحة انا كنت قابلت جميلة من كام يوم وطلبت مني ان انا اقنعك انها تسيب البيت، بس ما تسيبش الشغل. تسيب البيت ليه؟ دي حاجة بقى تسأل فيها البيت نفسه، لازم تعرف ايه اللي حصل وخلاها تهرب. طب ليه ساعتها ما قلتليش ساعتها؟ على الأقل كنت عملت حسابي وما سبتهاش تهرب. أنا كان عندي أمل إنها توافق على جوازي منها وتطلع من بيتك على بيتي على طول. الأهم من كده إن أنا لما سألتها هتقعد فين، فهمت منها كده إن آدم ده جايب لها المكان. تاني آدم؟ أيوه. دور عليها عند آدم، ما تسيبوش إلا لما تعرف مكانها. صباح الخير. صباح النور. الملف ده تديه لمدحت بيه وتبلغيه ان انا مخلصه من الالف للياء. حاضر، بس لما فهمي بيخرج من عنده. بس ما تنسيش من الالف للياء. خلاص يا باشمهندس، مش هنسى. احنا قلنا من الالف. الاستاذ مدحت موجود؟ مين حضرتك؟ قولي له محمود عم جميله. ايوه، بس هو ما بيقابلش حد من غير ما ياخد معاه سابق. وانا لازم اقابله، الموضوع اللي انا عايزه فيه ما يستناش. اتفضل استريح اول ما ادي له خبر. مش هستريح ومش هستنى، قولي له ان انا عايزه حالا. وبعدين يا استاذ ما ينفعش كده. شوف يا فهمي، انا عارف ان الظروف وحشه من دول، بس الشغل متعطل وانا ما اقدرش استنى اكتر من كده. تقصد ايه؟ ابراهيم مجاور عليه دفعه ومش عايز يدفع، وانا ما احبش اخد سيوله من مشروع اسد بيه مشروع تاني. مفيش قدامي غيرك بقى. ابراهيم مش عايز يدفع ليه؟ ما اللي يقول مفيش تقدم على أرض الواقع وكلام من ده. يبقى لازم نقعد مع بعض وناخد قرار في الموضوع ده. صح. أنا مش قلت محدش يتصل بي، أنا عندي اجتماع مهم. إيه؟ مين؟ خليه عندك يا هالة لغاية لما أخلص. كنا بنقول إيه يا فهمي؟ ناخد ميعاد ونقعد مع ابراهيم، غير كده الشغل مش هيمشي. انا ما بستناش حد. هو من وجهي يا استاذ، قلت لك ما ينفعش كده. ايه ده، انت مين؟ انا محمود عم جميله. انا اسف يا مدحت بيه، هو اللي زق الباب ودخل على طول. طب روح على مكتبك انت يا هاله. ما انا قلت لك استنى بره، عندك اجتماع مع البيت. انا ما استناش بره، الموضوع اللي انا جاي لك عشانه اهم من اجتماعك انت والبيت. وطي صوتك يا اخي، موضوع ايه بتاعي؟ بنت اخويا فين؟ انا شرفني بنت اخوك فين؟ يا سلام، ما هو ابنك اكيد هو اللي مخبيه وعارف مكانها. ابني ملوش دعوه بالموضوع اللي بتقوله ده. يا سلام يا اخويا، ملوش دعوه بيها ازاي؟ اذا كان ابن سعادتك ده جالنا البيت عشانها، وهي سابت عريسها اللي كان متقدم لها عشانه. لو سمحت احترم نفسك، ابني كاتب كتابه. كاتب كتابه ولا مش كاتب كتابه، انا مالي؟ لو مش هتقول لابنك فين، انا هعرف اجيبه واعرف منه مكان بنت اخويا. ولا اعرف بنت اخوك فين ولا ابني فين، اطلع بره. كده بانت، ما دام مش عارف ابنك فين يبقى الاثنين يهربوا مع بعض. انا بقى هجيبه واعرف مكان بنت اخويا، بس ساعتها ما تلومنيش. انا هطلبك سكيورتي. من غير ما تطلب سكيورتي، سايبها لك انت والبيت بتاعك. اطلع بره. فهمي اوعى تصدق الراجل المجنون ده. انا ما كنتش فاكر ان المسائل هتوصل للدرجه دي. فهمي صدقني مش هصدق حاجه، ومش هسمح نفسي ابدا اني وافقت على جواز بنتي لابنك. الله. فهمي. طول ما انا جاي في السكه عمال افكر، اخد عنك اللي عرفته ولا اقول لك عشان نفكر سوا ونشوف هنعمل ايه؟
صحيح لسه قايمه معايا بسبب ادم برضه، بس انا لو كنت فضلت ساكت المشكله ما كانتش هتتحل لوحدها، خصوصا اني شايف ان مدحت مش قادر يعمل حاجه وفقد السيطره بالكامل على ابنه. ديان ساكته ليه؟ ما تقول اي حاجه. ما كنتش فاكره انه كمان هيسيب البيت عشان خاطرها. ومحدش عارف ممكن يعمل ايه تاني عشان خاطرها. نوع يا حبيبتي، انا فاهم ومقدر قد ايه بتحبي ادم، بس برضه متاكد انك مش هتفضلي تحبيه بعد ما اتاكدتي انه بيحب واحده غيرك ويضحي بكل حاجه عشانها، بيضحي بيكي انت شخصيا. احنا نعتبر نفسنا حظنا كويس ان ده حصل قبل الجواز، والا كانت هتبقى مشكله كبيره. ولد زي ده ما يستاهلش انك تبكي عليه. احنا نعتبر نفسنا لسه على البر وما قدمناش غير الطلاق. أنا مش هينفع أتطلق من آدم يا بابي، مش هينفع، أوكي؟ الحاجات دي محتاجاها الشقة. ليه؟ هو أنا هفضل قاعدة هنا كتير؟ مش كتير إن شاء الله. طيب قول لي بقى، مخبي إيه من ساعة ما جيت؟ وعرفتي منين مخبي حاجة؟ من عينيك. اتكلم ما تخافش. أنا متوقعة أي حاجة دلوقتي. عمك راح لبابا الشركة. كان بيدور عليكي. عصام بيقول انه كان منفعل قوي. مشكلة انه دخل على بابا المكتب وكان معاه فهمي حسان. هو مين فهمي حسان ده؟ ابو نهى. عارف انك هربانة من اهلك زي انا كمان ما هربان. واكيد استنتج ان احنا مستخبيين في مكان واحد. وطبعا هيروح يقول لنهى. مش فارق بالنسبة لي على فكرة. أنا بس خايف بابا يقعد يزن على عصام لغاية ما يعرف إحنا مستخبيين فين. طب وبعدين هنعمل إيه؟ ما تقلقيش يا جميلة. إن شاء الله مش هنحتاج نستخبى تاني. هنروح لعمك وهندور على حقك وهنجيبه منه. بس أنا مش عايزة أورطك في مشاكل زيادة. ليكي حد غيري يقف جنبك؟ وأنا كمان. ما بقاليش حد غيرك. طيب روح لعصام بقى، انا حاطه الحاجات دي في التلاجة. طب استني اساعدك. لا 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 بس. ليه قلتي لي ما ينفعش تطلقي من ادم؟ عشان لسه بتحبيه بعد كل اللي عامله فيكي؟ ولا عشان حاجه تانية انا ما اعرفهاش؟ كلمي يا نهى. انا عايز اعرف الحقيقه عشان الحق اتصرف. انا غلطت يا بابي. غلطت قوي،
غلطت غلطة ممكن ما تسامحنيش عليها. أنا نفسي مش قادرة أسامح نفسي. كان متهيألي إن مدام كتبنا كتابي بقى آدم خلاص بقى يوز. ما كنتش عارفة إنه هيفكر في واحدة تانية غيري، ما كنتش عارفة. لو ما كنتش غلطت كنت نسيته، والله كنت نسيته يا بابا، حتى لو غصب عني. كنت جريت عليك انت وقلت لك طلقني منه. للدرجة دي ما تسألش عن أمك إلا لما أخواتك يقولوا لك إن أنا تعبانة. بعد شر عليك يا حبيبتي، أنا جيت عشان أطمنك عليا عشان ما تتعبيش تاني. طب قولي، ريح قلبي وقولي أنت قاعد فين دلوقت. معلش يا ماما مش هقدر، بس أنا عايز أطمنك إني كويس، يمكن أحسن من الأول كمان. أحسن عشان بعيد عني وعن إخواتك؟ لا طبعا، بس أحسن عشان بدأت ألاقي نفسي وأعرف أنا عايز إيه بالظبط. نفسي يا آدم، نفسي بجد أطمن عليك زي ما أنت ما بتقول. ما تخافيش يا حبيبتي، أنا مش هغيب على طول. بقولك يا ماما، أنت فاكرة عنوان جميلة وهي صغيرة؟ تقصد البيت اللي كانت عايشة فيه فاطمة الله يرحمها؟ أيوه. بتسألي عنه؟ هقولك بعدين. آدم، أبوك قال إن جميلة هربت من أهلها، هي معاك يا ابني؟ طيب، أنا متأكد إنك هتحفظي سرنا ومش هتقولي لأي حد. أنا كنت حاسة. ده العنوان اللي ماما ادتهولي. هو بيتنا بتاع زمان، حاجات كتير اتغيرت بس العمارة زي ما هي. ايوه جاي يا ابني، بطل استعجال. السلام عليكم. اهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الاستاذ علي صاحب العماره؟ ايوه انا علي صاحب العماره. انا جميله يا استاذ علي. جميله مين؟ بنت الدكتور عامر اللي كان ساكن في شقه تحت من 18 سنه. ازيك يا جميله؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اتفضل يا حبيبتي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اهلا اهلا، زارنا النبي. خلاص بقيتي بتيجي الاوبرا من ورايا؟ خلاص انا كنت متفقه مع دينا ان هي تجيبني وتيجي تاخدني. كمان ما كنتش عايزه اجي ارجعك. طب اعمل ايه، ما هو البروفه كانت الصبح وما حبيتش اخدك من شغلك. هو انت متعرفيش ان انا عملتك شغلانتي خلاص ولا ايه؟ عارف، بس خايفة تزهق مني. دي مينفعش تخافي، انتي معايا يعني. طيب
انت راكن فين؟ انا راكن قريب، بس احنا بصراحه كده مش هندخل العربيه على طول. ليه؟ بس بصراحه كده انا مش جاي اوصلك للقفل الليل، انا عندي كلمتين محشورين بقى في زوري وجاي اقولهم لك اللي يحصل يحصل. كلام ايه؟ هو انت لسه في حاجه ما قلتهاش؟ تتجوزيني؟ تعبت نفسك يا أستاذ علي. إيه كبرت يا جميلة وبقيت عروسة، أحلى عروسة. وحضرتك بجد لسه فاكرني؟ طبعاً يا بنت فاكري، أنت كنت حبة عين مامتك وباباكي، الله يرحمهم بقى هما الاتنين. الله يرحمهم. دكتور فؤاد كان قايل إن والد جميلة يعني كان سايب لها فلوس عشان تصرف منها على تعليمها، كنا عايزين نتأكد من المعلومة دي. طب أنا أعرف منين يا ابني؟ ما أعرفش حاجة زي كده. طب وشقتنا اللي تحت؟ شقتكم اللي تحت؟ عمك بقى الله يسامحه بقى باع واشترى فيا وخد مني خلو رجل عشان يسيبها لي اجوز فيها الواد ابني. خلو رجل؟ يعني هو خد منك فلوس؟ طبعا خد مني فلوس، ولا يحطها في حساب جميله اليتيمه اللي هو وصى عليها بعد وفاة ابوها. بتبصوا بعض ليه؟ هو يكون ما كنتش حطها في حسابك. عمي عمره ما فهمني انه عندي فلوس. طول عمره بيقولي انه بيصرف عليا من فلوس جدي، وقال كمان انه بيكمل عليهم من جيبه كمان. انا فاكره كويس عمي فاهم جدي انه رجع لك الشقه ببلاش حسب وصيه بابا. الله يرحمك يا دكتور عامر، الله يرحمك. يبقى كان موصي عمك يديني الشقه ببلاش، لكن بقى نعمل ايه؟ عمك الله يسامحه باع واشترى فيا. ومعنى كده ان في فلوس تانيه هو مخبيها واحنا ما نعرفش، واكيد كلام الدكتور فؤاد مظبوط. هقول كلمه وربنا يسامحنا عليها، عمك ده استغلالي ويبيع ابوه عشان الجنيه. بصراحه يعني انا مش عارف اقول لك ايه. عمك ده يبقى اخ ابوك ازاي؟ انا مش عارف. الله يرحم ابوك بقى. طب حضرتك ما تفتكرش عمليه تخليص الشقه دي حصلت هنا ولا في اسكندريه؟ لا في اسكندريه. وبعدين ده كان مستعجل عشان قبل ما البنك يقفل. طب مش فاكر انهي بنك؟ لا يا بنتي انا ما كنتش واخد خوانه، وبعدين انا ما كنتش عارف بقى ان هو هياكل الفلوس عليكي وياخدها لي. طيب يا استاذ علي معلش تعبناك معانا. لا ابدا يا باشمهندس، انا كان نفسي اساعد. الله انتوا ما شربتوش الشاي. معلش بقى المره الجايه ان شاء الله، ما احنا اكيد هنحتاج لحضرتك تاني. عايز اشوفك يا جميله، البيت بيتكم. مع السلامه يا بنتي. مع السلامه. مع السلامه. استنوا انا افتكرت حاجه. خير؟ انا كان ليا قريب في البنك القومي في اسكندريه، وكان شافني مع عمك محمود، وكان عمك بيتردد على البنك كتير. وقريبك ده لسه في اسكندريه؟ ايوه، بس طلع معاش بقاله سنتين، بس هو ممكن يخدمكم. انا معايا نمرته في الاجنده، استنوا واجيبها لكم. استني يا جميله. سكت ليه؟ كنت خايفة اسمعها قوي. مش قلتلك ما تخافيش طول ما انا معاكي؟ شريف انا من يوم ما عرفتك وانت مسلفني عنيك، بس مش هتقدر تسلفني قلبك كمان. قصدك مش عارفة تحبيني زي ما بحبك؟ مش عارفة اجمد قلبي واقولك اني موافقة اتجوزك. خايفة اكون ما استاهلكيش صح؟ خايفة انت ما تقدرش تستحملني اكتر من كده. وانا قلتلك اني ما حبيتش نفسي غير لما حبيتك. طيب ايه اللي يجبرك انك يجبرني على ايه؟ انا محدش اجبرني على حاجة، انا اخترتك يا ايمان. ولو انت زي ما انت بتقولي ان انا سلفتك عنايا، انت سلفتيني كل حاجة حلوة عندك ما كانتش عندي. انت عارف يعني ايه جواز يا شريف؟
فاهم ان انت المفروض اهلك يجوا يطلبوني من اهلي. طب بس انت قولي بس انك بتحبيني وموافقه وليك عليا اجيب لك العيله كلها. طيب هتقنعهم بظروفي ازاي؟ اقنع مين؟ دي حياتي وانا حر فيها. ولو هقول لهم ان انا مش قادر اعيش من غيرك. كلامك حلو قوي. انت اللي علمتيني اقوله. اديني فرصه وانا اثبت لك ان مش مجرد كلام. طيب ممكن انت تديني فرصه لحد ما يظهر امل جديد واعمل العمليه واقدر اشوف تاني.